الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. تكلمنا في الجلسة الماضية على شروط الحج وأركان الحج وكذا العمرة، واليوم نتكلم على واجبات الحج وواجبات الحج غير الأركان. في غير باب الحج الواجب يشمل الركن والشرط في غير باب الحج، أما في الحج فالواجب غير الركن. الفرق بين الواجب في الحج والركن أن الركن لا يجبر بدم، وأن الواجب يجبر بدم، أي أنه لو لم يفعل واجب من واجبات الحج صح حجه ووجب عليه دم، يسموه دم جبران. أما في غير باب الحج في سائر أبواب الفقه، فالشافعية عندهم الواجب والركن سيان إلا في الحج. واجبات الحج، هنا يقول واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق أو التقصير. وهذا ماشي على المذهب غير المعتمد وهو الضعيف. الصحيح أن واجبات الحج الإحرام من الميقات أول حاجة، ثاني حاجة اجتناب محظورات الإحرام، ثالث حاجة المبيت بمزدلفة، رابع حاجة المبيت بمنى، خامس حاجة رمي الجمرات. يبقى احنا عندنا خمس واجبات في الحج على المذهب الشافعي على المعتمد. نقولهم تاني، خرجنا طبعا الحلق والتقصير من الواجبات لان احنا حطيناه في الاركان، واضح؟ لكن هنا حطه في الواجبات، لكن المعتمد ان الحلق او التقصير في الاركان، لكن هنا على غير المعتمد جعله من الواجبات الحلق والتقصير. فيبقى واجبات الحج خمسة: الاحرام من الميقات، تاني حاجة اجتناب محظورات الاحرام، ثالث حاجة المبيت بمزدلفة، رابع حاجة المبيت بمنى، خامس حاجة رمي الجمرات. يتبقى واجب سادس، هو منفصل عن الحج، وهو ايه؟ طواف الوداع، وهو واجب منفصل عن النسك، والراجح فيه انه واجب لكل من اراد ان يفارق مكة من مكي أو غير مكي، طالما هيترك مكة ويسافر يطوف طواف الوداع ويكون آخر عهده بها، ويسقط عن الحائض والنفساء. طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لا، طواف الوداع لكل مغادر لمكة، سواء معتمر أو حج أو ساكن، سواء كان بلده مكة أو جاي من خارج مكة وساكن في مكة. أي واحد هيسافر ويسيب مكة يكون آخر عهده بالبيت، وهذا الطواف الراجح أنه واجب، وفي وجه آخر عند الشافعي أنه سنة.
وعلى القول بسنيته يستحب أن يجبره بدم، وعلى القول بوجوبه إن فاته وجب أن يذبح دم. واضح؟ يبقى على القول بسنيته اللي سنية طواف الوداع يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. واضح؟ لكن الراجح والمعتمد أنه واجب على غير الحائض والنفسر، وهو واجب مستقل. أظن عند الأحناف جعلوا طواف الوداع متعلق بالحجاج كده برضو؟ عند الأحناف كده؟ نبقى نشوف. أظن عند الأحناف حسب معلوماتي يعني الضعيفة في المذهب الحنفي أن الأحناف عندهم جعلوا طواف الوداع خاص بالحجاج اللي هم إيه؟ هيحج ويخلص حج ويشوف طواف الوداع. والملكية عندهم سنة مطلقة. الشافعية عندهم وجهان. وجه إنه سنة، وجه إنه واجب، والراجح أنه واجب. المعتمد في الفتوى. وأنه نسك مستقل. نسك مستقل متعلق بمغادرة مكة. ملوش دخل بالحج ولا بالعمرة. يبقى إحنا لما نقول واجبات الحج نقول خمسة ونزود عليهم طواف الوداع بالتفصيل إنه نسك مستقل. وليس داخل في نسك الحج. واجبات العمرة حاجتين بس. واجبات العمرة حاجتين. اللي هما الاثنين الأولانيين في الحج. اللي هو الإحرام من الميقات واجتناب محظورات الحج. دي واجبات العمرة. يبقى العمرة مالهاش إلا واجبين بس. الإحرام من الميقات واجتناب محظورات الإحرام. إنما الحج هنزود على الاثنين دول ثلاث حاجات تانيين، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات. نتكلم بقى هنا على كلام الشيخ على ايه؟ على المذهب الصادق بالزمان والمكان. الميقات قد يكون ميقات زماني وقد يكون ميقات مكاني. والإحرام من الميقات من هنا بمعنى فيه، يعني في الميقات. فالزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، اللي هي ايه؟ يشمل لحد او ايه فجر يوم النحر، لان الوقوف بعرفة ينتهي فجر يوم النحر، وفجر يوم النحر ده عاشر من ذي الحج. يبقى ممكن إذا أحرم بالحج قبل شوال في رمضان لا ينعقد حج. طب ويعمل إيه في إحرامه ده؟ يعمل عمرة. لكن لو أحرم بالحج في شوال انعقد إحرامه وظل على إحرامه حتى المدة دي كلها. فلو عمل عمرة في شوال ومكث في مكة ثم أحرم بالحج يبقى اسمه متمتع، لأن فصل بينهما. إلا أن يخرج عن حدود مكة ويروح للميقات، فيبقى في الحالة دي يسقط عنه الدم. يبقى الإحرام من الميقات، ميقات الزمان للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، وسموه ذو القعدة عشان يقعدوا فيه عن القتال، كانوا بيقعدوا فيه عن القتال فسموه ذو القعدة. وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت الإحرام. أي وقت في السنة، ما فيش وقت مكروه إنك أنت تعمل فيه عمرة، إلا أن تكون ممنوعا بالعمرة لأنك منشغل بإحرام بعمرة، فما تبقاش دخل عمرة على عمرة مثلا، فيبقى يمنع. أو مشغول بإحرام حج، ما ينفعش تدخل عليه إيه عمرة إلا لو كنت نويت القران من الأول. واضح؟ والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة، مكيا كان أو آفاقيا. اللي من خارج مكة يسموه آفاقي، يعني جاي من آفاق الأرض. والساكن في مكة يسموه مكي، سواء كان بلده مكة أو استوطنها يسموه مكي.
الميقات المكان للحج في حق المقيم لمكة هو باب بيته، مكان سكنه اللي هي مكة نفسها. وأما غير المقيم بمكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي هي أبيار علي، اسمها الواتي أبيار علي، والحليفة تصغير الحلفة، وده نبات موجود بري معروف الحلفة، فسميت ذو الحليفة لكثرة هذا النبات. وأبيار علي علشان هي اسم أبيار علي ده اسم قديم، قيل إن سيدنا علي يعني نسب إليه هذه الأبيار، أبيار علي، ولكن الراجح أنها نسبت لعلي، كان أمير دارفور، أمير دارفور كان حاكم لدارفور في القرن 18 الميلادي، وأمر بحفر أبيار في هذا المكان ليشرب منه الناس ويتوضأوا، فسميت الأبيار باسمه أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة، تبعد عن مكة 450 كيلو تقريبا، وتبعد عن المدينة 11 كيلو متر، وهي أفضل المواقيت المكانية لأنها ميقات بين حرمين، بين حرم المدينة وحرمك، هي الميقات الوحيد اللي بين حرمين، ده سبب أفضليتها. والسبب الثاني في أفضليتها أنها ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع حج منها، وعمراته اعتمر منها. والفضل الثالث في أبيار علي أو ذي الحليفة أنها أبعد المواقيت عن مكة، فكلما زادت المشقة زاد الأجر. يبقى عندنا المواقيت المكانية أفضلها أبيار علي أو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة لثلاثة أسباب: أنها بين حرمين، وأنها ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أبعد المواقيت عن مكة مسافة. والمتوجه من الشام ومصر والمغرب ميقات الجحفة، والجحفة هي على ساحل البحر تقريبا بتبعد حوالي 204 كيلو من مكة، وهي الميقات نمرة 2 في الأفضلية بعد أبيار علي، لأن هي أبعد المواقيت بالترتيب بعد أبيار علي. يعني أبيار علي 450 كيلو متر من مكة، دي حوالي 204 كيلو متر من مكة، وسميت الجحفة علشان جحفها السيل، وحاليا اختفت مش موجودة مدينة اسمها الجحفة، وتحول الميقات إلى رابغ، وهي قبل الجحفة بحاجة بسيطة رابغ، ودي موجودة على ساحل البحر. ده المتوجه من الشام ومصر والمغرب. المتوجه من تهامة اليمن يلملم، يلملم دي من جهة جنوب مكة على بعد 54 كيلومتر، دي يلملم. والمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن، اللي هي قرن المنازل، وقرن المنازل دي على بعد 94 كيلومتر من مكة. والمتوجه من المشرق من جهة الشرق ذات عرق، وذات عرق دي على بعد حوالي 54 كيلومتر من مكة، وهو كل من يأتي من طريق العراق والكويت والجهة الشرقية ذات عرق. إنما ميقات العمرة للمكي، ميقات العمرة للمكي، احنا قلنا ميقات الحج للمكي باب بيته، طب عايز يعمل عمرة المكي، ميقاته يخرج عن حدود الحرم، وأفضلها الجعرانة، يليها التنعيم، يليها الحديبية بترتيب الأفضلية. التنعيم اللي هي ايه؟ اللي فيها مسجد ستنا عائشة،
دي على بعد 5 كيلو من مكة على طريق المدينة، وده أقرب المواقيت للعمرة للمقيم في مكة، التنعيم. الجعرانة دي على جهة الطائف، على الطريق على طريق الطائف. والحديبية أنت عارف علشان كان فيها الصلح الحديبية وفيها الشجرة الحداء اللي هما تمت الصلح تحتها، تمت المعاهدة تحتها، وعاهدوا النبي تحت الشجرة وبايعوه، فسميت بها، وقيل باسم بئر فيها يسمى بئر الحديبية. الثاني من واجبات الحج رمي الجمار. رمي الجمار الثلاث، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الكبرى اللي هي قرب مسجد الخير، والوسطى اللي بعدها في اتجاه مكة، وجمرة العقبة اللي هي آخر واحدة وانت مدي ظهرك لمنى مقبل على مكة. كويس؟ تبدأ بالترتيب كده. جمرة العقبة اللي هي الأخيرة دي اللي هي أقرب الجمرات لمكة، هي دي اللي بترمى صبيحة يوم النحر. ما بترميش أنت بقى إيه الأولى ولا الثانية، ترمي الإيه جمرة العقبة الكبرى. 7 حجرات. 7 أحجار، ده يوم النحر صباحا. إنما أيام التشريق بترمي الجمرات الثلاثة بالترتيب. كل جمرة بترمى ب7 حجرات. 7 أحجار. يبقى احنا عندنا عدد الأحجار 7 × 3 = 21، في 3 أيام تشريق يبقى 63، زائد 7 بتوع يوم النحر يبقى كله 70. ده لمن تأخر في التشريق. ممكن يتعجل وما يقعدش رابع يوم اللي هو ثالث يوم من عند التشريق، وبالتالي تشيل منهم 21 من 70، يتبقى كام؟ 49. يبقى المتعجل عدد الجمرات 49 جمرة، والمتأخر 70 جمرة. ورمي الجمار الثلاث يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرمي كل جمرة ب7 حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين دفعة واحدة حسبت واحدة. يعني لازم يرمي 7 جمرات ب7 رميات. كويس؟ يبقى لازم يرمي 7 حصوات ب7 رميات. لو جمع الـ7 كده، 7 حصوات ورمى برميه واحده حسبت واحده. واضح؟ فلو رمى حصاتين دفعه حسبت واحده، ولو رمى حصاه واحده 7 مرات كفى. يعني لو فرض ان حصوه واحده بيرميها ويرجع ايه ورابطها، ترجع له تاني ويرميها تاني. طبعا ما حدش بيعمل كده، لكن يعني بيبين لك في الفقه ان يعني المقصد ان هي 7 مرات. بس هذا الكلام مرجوح. ليه؟ لان لا يجوز استخدام الجمرة المستعملة، هو الراجح كده. يبقى الكلام ده مرجوح، يعني ما ينفعش تاخد جمرات من المرمى استعملت وترمي. عشان كده يقول لك تاخد الـ7 جمرات بتوع يوم النحر من المزدلفة، وتاخد الجمرات التشريق من وادي محسر في منى، ولو جمعتهم كلهم من المزدلفة ما يجراش حاجة. عادة الحجاج دلوقتي يروحوا يقعدوا في مزدلفة يجمعوا كل الـ70 حصى ويحطها في كيس ويستعملها. لكن على أي حال لك أن تأخذ الجمرات من أي مكان، من مزدلفة أو من منى، ما عدا المرمى ما تاخده. واضح؟ وتبقى جمرة لا يمسها النار، يعني ما تاخدش السلك مفتفت. تعرف الأسفلت تلاقيه متفتفت كده، فده ما ينفعش. تاخد حاجة طبيعية ربنا خلقها في المكان، ولا أسمنت مفتت مكان الأرصفة ساعة الرصيف يقعد يكسروا فيه، ما ينفعش. تاخد حاجة رباني لم يمسها نار وترميها، وتبقى بقدر كده ايه نصف العقلة. مش عشان الشيطان بقى تقوم تجيب له دبشة تعور بيها الناس، لا.
واشترى الكون المرمي به حجرا فلا يكفي غيره كلؤلؤ وجس. والثالث الحلق أو التقصير. طبعا ده ماشي على ايه؟ على المرجوح ان الحلق أو التقصير واجب، احنا قلنا ان هو ركن. والأفضل للرجل الحلق، والأفضل للمرأة التقصير. ولو نذرت المرأة حلق شعرها بعد الحج وجب حلقه لنذرها. واضح؟ يبقى ايه؟ الحلق او التقصير، والافضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير. واقل الحلق ازالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا او تقصيرا او ندفا او احراقا او قصا. وما يشترطش تبقى بمحاذاة الرأس زي في مسح الوضوء. مسح الرأس لا، ممكن تبقى خارجة عن حد الرأس، يعني ياخدها من اطراف شعره من بعيد. انما في الوضوء مسح لازم تبقى بمحاذاة الرأس، لازم يتم على ثلاث شعرات بمحاذاة الرأس. لكن في العمرة والحج يعني لا يشترط أن تكون بمحاذاة الرأس، يعني ممكن يبقى إيد شعره طويل كده ونزل على كتفه، ياخد اللي نزل على كتفه يقص منه قدر أنملة يمشي. لكن لو كان بيتوضأ ومسح على اللي نزل على كتفه لا يجزي، لازم يمسح على حاجة بمحاذاة الرأس. طبعا السنة في التقصير انه ياخد من كل جوانب رأسي، والسنة في الحلق ان يستوعب الرأس كلها بإجراء الموسي. واذا بدأ في الحلق يبدأ بالجانب الايمن ويكون متوجها للقبلة. الامام الشافعي يقول تعلمت في الحج من الحلاق ثلاث سنن. الامام الشافعي انه هو يكبر اثناء الحلق، وانه يكون متوجه للقبلة، وانه يبدا بالشق الايمن. لان الامام الشافعي لما قعد قام قال له توجه للقبل الحلاق، فتوجه للقبل وبيدي له راسه قال له اديني الشق الايمن، فلما اداله الشق الايمن قال له كبر. فبيقول تعلمت من الحلاق ثلاث سنن يعني. فيبقى يبدا بالشق الايمن ويكون متوجه للقبله ما امكن، يعني دي كلها هيئات يعني. انما افرض انت بتحلق دلوقتي في صالون يعني مبني والكرسي مش متوجه للقبله، خلاص يعني ما تهدش الحيطه يعني، تمشي حالك. لكن كان زمان كانوا بيحلقوا في الخلاء ويقدر يتوجه زي ما هو عايز. دلوقتي الحلاقه في صالونات علشان موضوع ايه؟ الامراض المعديه بالامواس والحاجات دي، وتبقى تحت رقابه صحيه وحاجات دي. وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو ندفا أو إحراقا أو قصفا. ومن لا شعر برأسه، يعني واحد أصلع خالص مش طيب، يقوم يجري الموسي، بس يجري الموسي على إيه؟ على رأسه. ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. يعني ما يكونش بقى عشان أصلع يقول لك أخذ من شعر لحيتي، لا، يجريها على رأسه. كويس، لان الايه بتقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، اتكلمت عن الراس. فما ينفعش لا شعر الشارب ولا شعر اللحيه ولا الشعر اللي طالع في الاذن او شعر الانف، ما ينفعش، او الحاجب، ملوش دعوه بالحاجب. متى يكون التقصير افضل من الحلق؟ الحج المتمتع. الحج المتمتع بيعمل عمرة الأول وبعدين ويقصر أو يحلق وبعدين هيحج. فالأفضل للمتمتع إنه يقصر في عمرة الحج ويؤجل الحلق لبعد الحج، لأن ثواب حلق الحج أعلى من ثواب حلق العمرة. واضح؟ وله أن يجمع في الحلق بالاثنين لو كان هيبقى المسافة طويلة بحيث يقدر شعره يطلع. لكن افرض ان انت هتعمل العمرة متمتع الحج وهتقعد يومين وعرفات على طول، هتطلع على عرفة وبعد ثلاث ايام ولا يومين ونص هتلاقي نفسك عايز تحلق تاني، فمش هيلحق ينبت الشعر. ففي الحالة دي يبقى انت تقصر للعمرة وتؤجل الحلق للحج. لو واحد بيعمل كذا عمرة
وعند الشافعية يجوز تكرار العمرة، بل عند معظم المذاهب إلا عند ابن تيمية وهذا الذي يفتي به حاليا الجماعة اللي في مكة، إن لا يجوز تكرار العمرة إلا من إيه، من ميقات اللي أنت جاي منه. هما رأيهم كده، هذا على خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور لك أن تكرر العمرة ما شئت ولو في اليوم 3 مرات 4 مرات، تروح على التنعيم تحرم وتروح تعمل عمرة في ساعة ونص وترجع على التنعيم تاني تحرم وترجع تعمل عمرة تاني، إن شاء الله تعمل 10 مرات في اليوم، كل على حسب طاقته له أن يكرر، واخد بالك؟ لا شيء فيه. ونص عليه الإمام النووي في كتاب المناسك وأيده عليه شارحه زكريا الأنصاري وغيرهم من الشراح، وقالوا أن أيضا باقي المذاهب تجيز ذلك ولا قيود عليها. فإن أردت أن تكرر العمرة، يعني هتعمل كل يوم عمرة أو هتعمل عمرة الصبح وبالليل، يبقى أجل الحلق لآخر عمرة، تأجل الحلق لآخر عمرة. ليه؟ علشان مش هتقدر إيه، مش هيلحق ينبت شعرك، وهتعمل هتجري الموسي كل يوم هيلتهب قرعتك تلتهب، خد بالك؟ وفي ناس بتلتهب فعلا ويضطر يقعد يعالجها. فيبقى في الحالات اللي زي دي يأخر الحلق لآخر عمرة هيعملها، اللي هو هيعدد العمرة في رحلة واحدة. واضح؟ سنن الحج. يقول وسنن الحج، سنن الحج بقى إن فاتت لا تحتاج دم ولكن يفوته الأجر والحج صحيح. طيب دي السنن. يبقى السنن لا يحتاج جبران، لا تحتاج لجبران إن تركها ولكن يفوته الأجر فقط، دي السنن. أما الواجبات فتجبر بدم ولا تفسد الحج، والأركان لا تجبر بل تفسد الحج لو فقد ركن من الأركان. سنن الحج هنا أي 7، لكن هي طبعا أكثر من كده بكتير، لكن هنا من باب على باب الاختصار. أحدها الإفراد. إحنا عندنا الحج عبادة ممكن تؤدى بثلاث طرق، الحج عبادة تؤدى بثلاث طرق على حسب نية إحرامك هتبقى إيه. إن أحرمت بالحج أولا يبقى اسمك أفردت الحج بإحرام فيبقى اسمه مفرد، وبعد ما يخلص الحج يحرم بإحرام جديد للعمرة يبقى ده اسمه المفرد، لأنه أفرد الحج بالإحرام أولا يبقى ده اسمه مفرد، وهي أفضل الصور عند الشافعية، عشان كده جعلوها من سنن الحج. يليها التمتع، يليها القران من حيث ترتيب الأفضلية في مذهب السادة الشافعية. أما في مذهب السادة المالكية فعندهم أفضل الصور التمتع، والتمتع هو أن تحرم أولا بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل وتتمتع بجميع محظورات الإحرام ثم تحرم مرة أخرى من مكة من باب بيتك في مكة يوم التروية، كويس، وتعمل الحجة بتاعتك ويبقى عليك دم ويبقى اسمك متمتع. يبقى المتمتع بيحرم أولا بالعمرة في أشهر الحج ولا يغادر مكة، يفضل قاعد فيها لحد ما يحرم فيها يوم التروية يعني يوم 8 ذو الحجة للحج، ويبقى في الحالة دي عليه دم. أما القارن وهي الطريقة الثالثة للحج هي أن يحرم إحرام واحد ينوي به الحج والعمرة معا بإحرام واحد، سموه قرانهم مع بعض. والقارن والمتمتع عليهما دم لترك النسك، دم ترك النسك. ليه ترك النسك في التمتع؟ لأنه أحرم من باب بيته في مكة ولم يحرم من ميقات، يبقى ترك نسكه يبقى عليه دم. والقارن لأنه جمع إحرامين، إحرام واحد في عبادتين، واخد بالك؟ يبقى برضه ترك نسك وهو الإحرام المنفصل للعمرة، يبقى عليه دم.
يبقى القارن المتمتع عليهما دم لترك نسك، وهو أحدهما أنه جمع إحرام واحد لنسكين، كل نسك يفتقر لإحرام منفصل، يبقى ترك إحرام، والمتمتع لأنه ترك الإحرام من الميقات. فنفهم من هنا إن اللي أحرم أولا بالعمرة في أشهر الحج ثم ترك مكة وخرج إلى الميقات ثم عاد إليها محرما بالحج، يبقى لا دم عليه بالرغم أنه هو بقى متمتع في الصورة متمتع، لكن في الحقيقة هو مفرد. ليه؟ لأنه خرج عن حدود إلى أقرب ميقات. واضح؟ يعني أنا رحت عملت عمرة في شوال، كويس، وأنا من أهل مصر ورحت راجع هنا على مصر، أو رحت المدينة، واخد بالك، وبعدين رحت جاي عايز أحج، جيت في موسم الحج رحت أحرمت تاني من الميقات وطلعت على مكة، وقفت في عرفات وطفت طواف الإفاضة وعملت نسك الحج. أنا هنا عملت عمرة في أشهر الحج وحجيت في نفس العام، الصورة كده كأني متمتع لكن معليش دم. ليه؟ لأني أحرمت الإحرامين من ميقاتي، من الميقات. فهمت بس إزاي؟ إنما اللي عليه دم اللي هو يفضل قاعد داخل حدود الميقات وعمل عمرة في أشهر الحج ثم أحرم بعد ذلك للحج من باب بيته، يبقى ده هو ده المتمتع اللي عليه دم. واضح؟ التمتع هي أفضل الصور عند المالكية، والإفراد أفضل الصور عند الشافعية، والقران أفضل الصور عند الأحناف. واضح؟ يبقى أنت لما تحرم بأي طريقة عندك مذهب بيقول لك إن الإحرام بتاعك ده هو أفضل الصور عشان يجبر بخاطرك. أنا الحمد لله حجيت متمتع ومفرد وقارن، يعني جربت كله. يبقى التمتع هو أفضل الصور عند الملكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استدبرت من أمري ما استقبلت، ما سقت الهدي ولا أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وأمر كل من معه، من لم يكن معه هدي، أن يجعلها عمرة ويفسخ نية الحج إلى العمرة. في حجة الوداع كده، فالملكية قالوا يبقى التمتع أفضل. كويس؟ أمال إيه دليل الشافعية؟ دليل الشافعية على أن الإفراد أفضل أن النبي خرج من بيته مفردا، فاختار الإفراد أولا، واختيار النبي هو الأعلى. كويس؟ أمال ليه الأحناف قالوا أن القران أفضل؟ لأن النبي لما وصل مكة أدخل عليها العمرة فصار في حجة الوداع قارنا. كويس؟ فباعتبار النهاية النبي صار قارنا، وباعتبار البداية كان مفردا، وباعتبار أمره لغيره أن يجعلها عمرة متمتعا بها الحج جعل أمره لغيره هو الأفضل. فهمت؟ وده إعجاز في البلاغ، إن النبي يعمل يحج حجة واحدة ويعمل الثلاثة، عشان إيه؟ يبقى كل واحد بيحج بطريقة له في رسول الله أسوة. فالمفرد يقول ما هو النبي ابتدى مفرد، القارن يقول ما هو النبي ادخل عليه العمره وكان صار قارنا، والمتمتع يقول لا النبي قال اللي ما ساقش الهدي يتمتع. شفت بقى اعجاز النبي في البلد؟ وعلشان كده اختلفت المذاهب في ايهما افضل الصور ايه هي بسبب هذا. فالمالكيه ذهبوا الى التمتع، والشافعيه ذهبوا الى الافراد، والاحناف ذهبوا الى القران. واضح؟ أنا بقى أقول لك حاجة حلوة من خلال الخبرة، يعني إمتى تتمتع وإمتى تفرد وإمتى تقرن، ويبقى في الحالة دي هي الأفضل لك بغض النظر عن المذهب، طالما كله ليه فضل. لو هتوصل مكة في فترة طويلة قدامك 10-20 يوم على عرفات، يبقى التمتع بالنسبة لك أفضل. ليه بقى؟ علشان ما تفضلش حابس نفسك في إحرام مدة طويلة قد ترتكب فيه بعض المحظورات.
لو هتوصل مكة وقت عرفات، يعني على عرفات على طول أو قبلها بيوم، فالإفراد لك أو القران أفضل، والإفراد أفضل لك إن لم يكن معك استطاعة أنك أنت تذبح، ولو كان معك استطاعة تذبح فالقران لك أفضل عشان تجمع الاثنين في نصك واحد. فهمت بقى الحكاية؟ فيبقى أسهل لي. فأنت بالطريقة دي خليك على حسب بقى أنت هتوصل مكة قد إيه وتقعد كام يوم، محظورة الإحرام تطول عليك ولا ما تطولش وكده. لكن المفرد لا دم عليه، والقارن والمتمتع عليه دم. سنن الحج سبع، لأنه ترك نسك وهو الإحرام المنفصل لكل نسك، هو جعل إحرام واحد لنسكين فترك نسك. وسنن الحج سبع، إحداها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل، أدنى الحل والتنعيم، فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ولو عكس لم يكن مفردا بل يكن متمتعا. لو عكس يبقى متمتع، يعني عمل عمرة الأول وبعدين حل. والثاني التلبية، دي من سنن الحج، ما مش هيحرم ده خلاص، وهيروح المدينة محرم ليه؟ يحرم بقى من المدينة، هيحرم من المدينة لما يغادرها إلى مكة. فإن كان هيغادر المدينة قبل عرفات بيوم، له أن يختار القران أو الإفراد، عشان مش هيلحق يعمل عمرة ويتمتع، يعني هيتمتع نص ساعة يقلع هدومه ويرجع يحرم تاني. فهمتني؟ لكن لو كان هيغادر من المدينة ويروح على مكة ويقعد فيها 10 أيام، يبقى له أن يحرم من أبيار علي ويتمتع بالعمرة إلى الحج. واضح؟ الثاني، ثاني حاجة من سنن الحج التلبية، ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها، والمرأة طبعا ما ترفعش صوتها، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها إذا شرع فيها ثلاثا، وينهيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وتسن التلبية دبر الصلوات، الفرائض والنوافل، وعند التقاء الرفاق، وعند الصعود، وعند الهبوط، وعند كل نشاط، وعند بداية الطعام، وإذا شبع، وإذا أراد النوم، وإذا استيقظ. يبقى دي كل دي أوقات التلبية. فإذا شرع فيها يسن يكملها ثلاثة، وينهيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. التلبية بالنسبة للحاج تستمر ببداية إحرامه وتنتهي مع رمية أول جمرة من جمرات الإيه؟ الجمرات العقبة صبيحة يوم النحر. مع أول جمرة رماها وقف وقت التلبية، يحل محلها إيه؟ تكبيرات العيد. يحل محلها تكبيرات العيد. واضح؟ طب والتلبية للمعتمر متى تنتهي وقتها؟ يبدأ وقتها بالإحرام وينتهي وقتها برؤية الكعبة. أول ما دخل وشاف الكعبة ينشغل في الطواف وأذكار الطواف، وانتهى وقت التلبية للمعتمر. سهلة؟ الثالث طواف القدوم. طواف القدوم ده يختص بالمفرد والقارن، لكن المتمتع ملوش طواف قدوم، لأن المتمتع الطواف اللي بيعمله ده طواف عمرة. واضح؟ يبقى طواف القدوم ده سنة للمتمتع، قصدي للقارن والمفرد. أما المتمتع فطوافه طواف عمرة. طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة
والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. هو حقه كان يقول والمعتمر إذا طاف للعمرة سقط عنه طواف القدوم أو حل محل طواف القدوم. لك أن تقدم بعد طواف القدوم سعي الحج، ولك أن تؤخر سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة. أنت مختار براحتك، اللي تعمله اللي يريحك اعمله. واضح؟ يبقى طواف القدوم لك أن تطبعه بسعي الحج، ولك أن تؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة اللي حطوفه بعد ما تكون وقفت بعرفة ورميت جمرة إيه؟ العقبة صبيحة يوم النحر. واضح الكلام؟ دي نقطة مهمة. الرابع، طب متى يسقط طواف القدوم على الحاج اللي هو المفرد؟ إذا جاء يوم عرفة، فعليه إن هو ينطلق على عرفات على طول، ما يعديش على مكة علشان ما يضيعش وقته. واضح؟ يبقى يسقط طواف القدوم عن الذي أحرم وقت يوم عرفة، وقت الوقوف. عليه أن ينشغل بالوقوف لأنه ده الركن الأعظم، ولا ينشغل بالسنة ويضيع الركن الأعظم. واضح؟ إنما طواف القدوم للي قدم مكة قبل الوقوف بعرفة بيوم يومين، ده يعمل طواف القدوم. لا شيء عليه لأنه سنة، ما هو سنة مش واجب. والرابع، المبيت بمزدلفة، وقلنا إن الراجح إنه مش من السنن، الراجح إنه من الواجبات. هنا عدوا من إيه؟ من السنن على المرجوح في المذهب. والرابع المبيت بمزدلفة، والراجح إنه واجب، وعده من السنن هو ما يقتضي كلام الرفع. لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب للإمام النووي أن المبيت بمزدلفة واجب وهو الراجح والذي عليه الفتوى. والمبيت بمزدلفة يتأتى بجزء بعد منتصف الليل، كويس، من ليلة النحر. يعني لو قعد بعد منتصف الليل ولو نص ساعة يبقى اسمه بات بمزدلفة. والأكمل أن يصلي الفجر في مزدلفة، يعني يقضي الليل كله، ده الأكمل. إلا إن كان من أهل الأعذار أو القائم على خدمة الحجيج يبقى له أن يتعجل، وبعد إيه منتصف الليل بلحظة كده يروح يرمي جمرة العقبة الكبرى، يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة عشان يتفرغ بعد ذلك لخدمة الحجيج. أو لو كان ضعيفا أو مرافق لضعيف، يعني هو شاب بس جايب معاه والدته وست كبير، ينفعش تبات طول الليل، يبقى حكمه حكم الضعيف. يبقى في الحالة دي بعد نصف ساعة يتوكل على الله عشان يلحق يعمل النسك بتاعه قبل زحام الحجيج في الرمي وفي الطواف. المبيت بمزدلفة وعده من السنن، احنا قلنا خلاص. والخامس، ركعات الطواف، ركعتين سنة الطواف بعد كل سبع طوفات، السنة انك تختمهم بركعتين سنة الطواف. يعني ممكن انت لو بتطوف تطوع تطوف 14 وبعدين توقف تصلي ركعتين ركعتين، ها؟ في اي حتة، الافضل تبقى عند مقام سيدنا ابراهيم وكان ملاصقا للكعبة، ولما عملوا توسيع المطاف رجعوه وابعدوه عن الكعبة. لكن هو مقام سيدنا ابراهيم كان ملاصقا للكعبة لان هو الحجر اللي كان يقف عليه ويرفع القواعد من البيت، فكان ملاصقا للكعبة. دلوقتي طبعا بسبب الزحام ما تستطيعش انك انت تصلي سنة الاحرام في هذه الاماكن لكثرة المطاف، ولا يجوز انك تستعمل عزوتك والناس اللي حواليك يعملوا دايرة ويضيقوا على الناس وتقف انت ساعات تبي يصلي ويضيق المطاف على الناس، لا يصح. الأولى إنك أنت تترك المطاف للناس تسعى، وتروح أنت حيث اتسع بك المكان في أي مكان في المسجد، وتصلي ركعتين سنة الطواف. إن استطعت أن تكون في مكان مقام إبراهيم خير وبركة، ما قدرتش يبقى في الحجر، ما قدرتش في أي مكان أنت الإيه؟ لأن الحجر إسماعيل لا طواف فيه،
فممكن تستبدله بحجر اسمك كويس، لانه ما فيهوش طواف. لا يسقط سنية ركعتي الطواف أبدا، يعني لو أنت طفت سبعة وافتكرت الوقت وأنت في مصر إنك ما صليتلهمش ركعتين سنة الطواف، قوم صليهم الوقت. شوف قد إيه، لا تسقط عليك أبدا، بل تقضى في أي مكان، ولا يشترط أن تكون في الكعبة أو في مسجد الكعبة، بل لو تذكرتهم وأنت في الفندق في المقيم فيه في مكة صليهم في الفندق. كويس؟ يبقى إيه، لا يشترط إنك تبقى داخل المسجد. يسن ان يقرأ في الركعة الأولى فيها قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، والخامس ركعات الطواف بعد الفراغ منه، ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا، وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره، يعني إن شاء الله بلده. كويس؟ إحنا عارفين إن الحج وهو محرم الرجل بيبقى مطبع، مطبع يعني معري كتفه اليمين كده، ده وقت الطواف والسعي، لكن وقت الصلاة يكره له أن يصلي عاري الكتف فيستر كتفه. يبقى إيه؟ يكره له، لكن صلاته صحيحة، لو صلى وهو كتفه عريان صلاته صحيحة، بس مع الكراهة. يعني مع الكراهة يعني قد لا يساب عليه بالتضعيف، لكن يساب عليه بغير التضعيف. يبقى في الحالة دي عليه إن هو يغطي كتفه وقت ركعتي سنة الطواف، وكذا ركعت زي الفريضة. افرض هو بيطوف واقام الصلاه للفريضه، فعليه ان هو يغطي كتفيه ويصلي الفريضه ثم يكمل طواف، او بيصلي صلاه جنازه يغطي كتفيه ويصلي صلاه الجنازه وهكذا. ها؟ ولو طاف بغير الطباع طوافه صحيح بس مع الكراهه، خالف السنه. مخالفة السنة تبقى مكروهة. طبعا والطباع والحاجات دي سنة رجالي، لأن النساء بيطوفوا بلبسهم العادي المعتاد، وكذلك الرمل سنة رجالي، الثلاث أشواط الأولى وبين الميلين، كل اللي احنا قلناه في الطواف المرة اللي فاتت. السادس المبيت بمنى برضو خلاه هنا من السنن على ما صححه الرافعي، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب وهو الراجح. المبيت بمزدلفة واجب وهو الراجح. والسابع طواف الوداع، واحنا قلنا انه هو عده هنا من السنن، لكن الراجح انه من الواجبات وانه واجب منفصل عن الحج. والسابع طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان او لا، طويلا كان السفر او قصيرا، وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح، لكن الأظهر وجوبه. في سنن كتيرة بقى في الحج ما قالهاش، واضح؟ منها المبيت في منى يوم التروية، دي سنة لكن ما قالهاش. ليه؟ لأنه يريد الاختصار، يعني يريد الاختصار. منها الجمع بين صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم مع القصر في عرفات، دي سنة. وكذلك جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، جمع تأخير في مزدلفة ليلة النحر قصر، كل دي سنن. ومن السنن أيضا إنه يكثر من شرب زمزم، إنه يقف عند باب الكعبة ويدعو بعد طوافه، إنه يحرص على صلاة ركعتين في حجر سيدنا إسماعيل. كل دي سنن داخلة، لكنه إيه لم يذكرها اختصارا يعني. وإنه يدعو في المواضع المختلفة، يعني يظل ركعتين سنة الطواف ويدعو، يطوف يكثر من الدعاء، يقف في حجر إسماعيل يكثر من الدعاء، يشرب زمزم يكثر. يبقى الإكثار من الدعاء سنة كبيرة من السنة. ومن السنة عدم إيذاء الغير بالتزاحم
والحاجات دي ما تتزاحمش وتؤذي، ولا تتزاحم على الحجر فتؤذي غيرك أو تؤذي نفسك. ثم بعد ذلك يقول: ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المؤذب عند الإحرام عن المخيط، اللي هي كيفية الإحرام بقى. كيفية الإحرام للرجل أن يتجرد من كل مخيط محيط، يعني أي حاجة محيطة بجسمه متخيطة، لكن الحاجة محوطة بجسمه ملفوفة لكن مش بغير خيط تمشي طالما ملفوفة لف، لكن أي حاجة شوف أهو متخيطة أهي الكم أهو متخيط محيط مخيط، خدت بالك؟ هو ده اللي منهي عنه إنك تلبسه وأنت محرم. مش معناه ان في خيط يعني، طب ما اي نسيج ما هو في خيط، يعني مش غير مخاط عليك، واخد بالك؟ او حول جسمك يعني، انما هو نفسه ما منسوج من خيط، والا يعني حتى هتحرم بقى ايه بجلد يعني بجلد مدبوغ، ما حدش بيحرم بالجلد المدبوغ. يبقى يتجرد الرجل حتما كما في شرح المؤذب عند الاحرام عن المخيط من الثياب، يعني المتخيط، يعني المخيط من الثياب يعني ايه المتخيط عند الترز، وعن منسوجها ومعقودها. والمنسوج عليك زي ايه؟ شغل التريكو، يعمل لك جلوفر وليه كم وليه بتاع، ده برضه منسوج ما ينفعش تلبسه. ومعقودها انك انت تبقى رابطها حواليك، واخد بالك؟ يعني عامل زراير وعراوي وشغال وكباسين وشغال، كل ده بيبقى ايوه. ما احنا لسه بنقول انه يعقده، يعني عندنا عقد الازار الجزء العلوي، الجزء العلوي ده اسمه ازار والجزء السفلي اسمه رداء. ما تفرقش احنا متخيط بايه، المهم ما يبقاش محيط بالجسم، فهمتني؟ لو انت حتى مخيطه بجلد ما برضه غلط، يعني نفرض ان انا عملت فيه عراوي وجبت جلده ولفتها كده، اما بقى ما متخيط برضه عليا، فهمت؟ فالمقصود مش خيط خيط، يعني اي حاجه تجعله مجسم عليك، خدت بالك؟ هو ده اللي منهي عنه. الشافعيه عندهم ان ايه؟ ان الرداء العلوي اللي بيغطي الجزء العلوي من البدن لو عمل فيه كبسونة أو دبوس أو حاجة يبقى عليه فداء، لأنه خالف إيه؟ لأنه صار معقودا عليه، ولا ضرورة لعقده لأنها مش عورة. وأجازوا عقد الرداء اللي هو الجزء الإزار السفلي لضرورة ستر العورة، فإن زاد عن ضرورة ستر العورة وقع في المحظور أيضا، يعني ما يروحش شبكه بقى بطوله كده دبابيس دبابيس صف دبابيس وصف كباسين يعملها جونيلا اهي، فهمت؟ لا يعني يلفه حوالين وسطه كويس، يحط كبسونه كده ولا دبوس حوالين الوسط، يجيب حزام لضروره ستر العوره الجزء السفلي، انما العلو يبقى متحرك زي ما تحط الشال كده على كتفك وتروح لفه وبعد شويه تروح مغطي بيه كتفك وبعدين تجيبه من تحت كتفك تطبع، يبقى عندك حريه حركه. انما الوقت بتبص تلاقي الحجاج جايب لك البتاع وصف كباسين كده بقى كانه سويتر وماشي، يعني هذا عليه دم وحجه صحيح، لكن يبقى عليه دم او صيام 3 ايام، او يعني على التخيير دم تخيير، او اطعام 6 مساكين من مساكين الحرم كل مسكين نصف صاع. سهله يعني، ليها حل برضه. وبعدين الوقت بيعمل لك حاجة بدعة مصرية في الكيس بتاع لبس الإحرام، يعمل لك حفاضة، حفاضة كده حاجة تلف بيها كأنها كلسون، وقال تربطها كده وتربطها كده زي الكلسون بتاع العيال بتوع المصارعة. الحفاضة دي توجب الفدو من محظورات الإحرام، واخد بالك؟ مش عشان اشتريتها تبقى جائزة، لا، دي تشتريها عشان تسيبها في البيت ينظفوا بيها المواعين، يعملوا بيها اي حاجه، يريشوا بيها السفره، لكن ما تلبسهاش.
اوعى خلاص عشان تعمل لنا مشاكل مع الفقهاء. على آراء بقى ضعيفة جدا. سيدنا أبي موسى، سيدنا أبي أيوب الأنصاري كان يرى أنه شق الرداء جائز، أبي أيوب الأنصاري، لكن باقي الصحابة ما وافقوهوش، وهم بيدوروا على آراء ضعيفة. طب وأنا ليه بحج مرة في عمري؟ أحج على رأي ضعيف. إحنا عندنا المذهب الخروج من الخلاف مستحب. يتغطى ما عدا لا يتغطى ببطانية بس ما يغطيش شعره رأسه، لكن لا أن يغطي حتى وجهه وهو نايم لو الدنيا برد، لكن ما يغطيش رأسه. ما هو متغطي بيها مش لابسها، العباية ليها كتاف يشقلبها ويحطها على كتفه كأنها شال، واخد بالك؟ ينفع بلاش حاجة. وأنا حجينا مرة في شهر طوبة والناس كانت حاطه مكان الرداء ده بطاطين، ما يجراش حاجه، ما يلفها زي الشال كده. مش حر. ها؟ ايه؟ لا ده ليها برد قاسي. انا مره في مزدلفه دي كان في شهر رطوبه، بقيت قاعد متكتك كده طول الليل لحد ما الفجر يد. بتحصل الدنيا برد. لا بطانية ما هو كأنها الرداء يعني، هو لازم البشكير ده الأبيض اللي معمول في المحلة، أي حاجة حطيتها على كتفك شال صوف، ما هو أنت مش، ما هو ده كأنه من لبس الإحرام، واخد بالك؟ طالما مش لابسه ولا حطه على كتفك كده، يعني أنت ممكن تطلع كمك وتجيب جاكيت كده تحطه على كتفك تلبسه بس مش حاطه، ده غلط، لأن الكتف برضه ده مخيط، فهمت إزاي؟ مجسم يعني. لكن الشال اللي الناس بتلبسه ده الطيلسان ده، ده بيحطه بس على كتفه كده يدفي نفسه بيه فوق الرداء او مكان الرداء براحته. افرض بقى راجل بردان خالص هيموت، هيجيله التهاب رئه ويموت، يلبس بالطو ويدفي نفسه تمام وكل حاجه ويغطي راسه وكل حاجه ويعمل حجته ويبقى عليه فدو. عليه فدو في الحاله دي انه يذبح دم او يصوم 3 ايام او يطعم 6 مساجين من مساجين الحرم، لان فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية، يعني يحلق او يلبس، يبقى مريض يلبس فدية، في اذى من راس يعني يحلق، ففدية ايه؟ من صيام او صدقة او نسك. دم تخير او اهو، يبقى دم تخير. النسك معروف انه يذبح، صيام 3 ايام ولا يشترط ان يكونوا في الحرم ولا يشترط فيهم التوالي، واضح؟ يعني ممكن يصومهم لما يرجع بيته. او صدقه يشترط ان تكون في فقراء الحرم، 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني تجيب 9 كيلو تمر في مكه وتقسمها على 6 اكياس، كل كيس كيلو وربع، وتاخد الست اكياس دي تديهم لفقراء الحرم، واضح؟ سهلا. يبقى عليك فدية من صيام أو صدقة أو نصر. يبقى عليك فدية من صيام أو صدقة أو نصر. الحج صحيح. لا أنا لا أجيزه، لكن الحج صحيح، لكن لا أجيزه، يعني لا يجب عليه أن يتحايل، بل يكره له التحايل. ليه؟ لأنه قد يعرض نفسه لإيه؟ للإساءة له. إن يقبضوا عليه، يضايقوه، يقولوا له كلمة ما تصحش. واخد بالك؟ والمسلم عزيز ما يحبش يعرض نفسه للمهانه، واضح؟ لكن لو حصل وعمل كده وكسر القوانين وحج، حجه صحيح، لكن نقول له ما تعملش كده تاني، لكنه حجه صحيح، واضح؟ وليه حل، انه هو دخل مكه بلبسه، خايف لو دخل بالاحرام يمنعه، يبقى في الحاله دي عليه نسك لانه فاته الميقات، يعني حج من غير الميقات، يعني احرم من غير الميقات، يبقى خلاص احرم من الميقات لكن لبس المقيت، عليه برضه
بس الفرق بين اللي نوى من الميقات ولم يلبس الإحرام واللي ما نواش إلا في مكة، إن ده النسك بتاعه لترك نسك، والتاني لفعل محظور، والدم اللي هو لترك نسك إن لم يستطعه فصيام 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجعتم، فيسموه دم ترتيب. لترك النسك دم ترتيب، وارتكاب المحظور دم تخيير. فعارف الفرق؟ ادي الفرق. حتة دقيقة كويس. يعني لو واحد نوى الإحرام من الميقات لكن ما لبس لبس الإحرام، هو ببدلته نوى الإحرام وفضل ببدلته زي ما هو، كويس؟ أو بجلابيته. علشان يتحايل على المسؤولين، لأن لو شافوه محرم وداخل ومعهوش تأشيرة حج هيمنعوه، وهو عايز يحج. كويس؟ طبعا أنا ما بأيدوش لهذا، لكن احنا بنتكلم على حكم فقهي. فعمل كده، نوى الإحرام ولم يلبس. يبقى ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو عدم التجرد من المخيط المحيط. ويبقى في الحالة دي عليه بسبب فعل المحظور إيه؟ دم تخيير. يعني هو مخير بين النسك أو صيام 3 أيام أو الصدقة على 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، يعني كيلو وربع. طيب، هو ما نواش الإحرام من الإيه؟ ما نواش الإحرام من الميقات، قال أصل أنا لابس بقى حنوي إزاي وأنا لابس؟ جهله قال له كده. جهله قال له كده. واحد أنت إزاي؟ فقال إيه؟ أنا مش حنوي لأن أنا لابس. أما أروح مكة أبقى أنوي. خصوصًا إن يمكن يمنعوني حتى بهدومي يدخلوني. بدل ما تلبس بالإحرام وبعدين أبقى أحصرت والإحصار له أحكام. فخلينا مضمن الأول لما أوصل مكة أبقى إيه؟ أحرم وأنا. فيبقى في الحالة دي أحرم من غير ميقات، يبقى ترك نسك مش فعل محظور. والدم بتاع ترك النسك دم ترتيب مش دم تخيير. اللي هو بيقول فيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ده دم ترك النسك ده. فهمتني؟ يبقى دم ترك النسك للدم فعل المحظور. فهمت المسألة دي؟ دي نقطة مهمة. نكمل السطر ده. بيقول هنا ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المعذب عند الإحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وعن غير الثياب من خف ونعل، ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. وما يشترطش البياض، يسن البياض ويسن إن يبقوا جداد. يعني كل عمرة يجيب لها لبس جديد، السنة كده. لكن ممكن اللبس بتاع العمرة بتاع كل مرة هو اللي تعتمد بيه، مجراش حاجة. ويسن إن يبقى أبيض، لكن لو جبته مش أبيض أي لون تاني، ولو مقلم ولو مش أبجر أنت حر. البيارة بتاعت السرير خدتها لفيت نفسك بيها ورحت تمشي. الستارة اللي معلقة في الحيطة خدتها تمشي، مجراش حاجة. لكن السنة أن يكون نظيف وجديد وأبيض، دي السنة. والله تعالى أعلى وأعلم. هنتكلم بقى على محرمات الإحرام اللي هي محظورات الإحرام إن شاء الله الثلاث اللي هيوافق 13 فبراير. نلتقي الثلاث 13 فبراير إن شاء الله، نكون جينا من العمرة بإذن الله. هندعي لكم، ما توصينيش والله، هدعي لكم ما توصين، وهنسلم لكم على النبي. كل حاجة كل حاجة كمان. استنى بس، عايز حد بيسأل. ايوه. هنناقش بقى الصلاة في منى دي المرة الجاية. ده للنسك مش لعلة السفر، للنسك. انما الصلاة في ايام التشريق دي مسألة تانية ليها مبحث. انا ابحثها بقى. ايوه. واحد واحد اهو بالسن ده اكبر. يلا. متوفى. ايوه. وعامل عمره. يجوز ولا يجب؟ يجوز ولا يجب؟ واضح.
والله لو أدركتها، يعني أنت من أهل الأعذار فرحت بين مزدلفة بعد نص الليل بنص ساعة، رحت رميت جمرة العقبة وطلعت على مكة على الفجر كده، رحت طفت طواف الإفاضة لقيتهم بيصلوا صلاة العيد، صليها معاهم ما يجراش حاجة. لكن الحاج صلاة العيد تسقط عنه وله أن يقضيها منفردا بعد انتهائه من رمي الجمرات، يصليها لوحده، واخد بالك ازاي؟ له أن يفعلها ذلك منفردا، لأن صلاة العيد تقضى منفردا لمن فاتته إلى ما قبل صلاة الظهر، واضح؟ لكن ليس عليه أن يعني متخيطة متكسمة بس. لكن افرض انت الجلابية بتاعتك رحت انت ايه ما دخلتش جواها، حطيتها على كتفك، تنفع تحرم بيها؟ ايوه يعني، لكن ما تخشش جواها. لكن ممكن تجيب الجلابية بتاعتك تحطها عليك كده، ايه زي شال كده، ما فيهاش مشكلة. لفها كده زي شال ما يجراش حاجة، او حطها على كتف، لكن ما يخشش جواها بس، والله تعالى. وما غطيش، هنقول بعد كده في محظورات الإحرام إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. أيوه. إن لازم طواف الإفاضة يبقى بعد الوقوف بعرفة، لازم، ما ينفعش طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، ما ينفعش سعي إلا ما يسبقه طواف. واضح؟ ما ينفعش رمي جمرة العقبة الكبرى إلا بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. يبقى الترتيب في المعظم مش في كل حاجة. ما هو الحلق ده، الحلق ورمي الجمار يوم النحر وطواف الإفاضة والذبح، الأربعة دول بأي ترتيب يمشي، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ده يوم النحر، يعني ابدأ بالمتيسر، والله تعالى أعلى وأعلم.